شغال من صغري في الورش، المكان ده بتاع جدي وتوارثه والدي، بعد كده انا حاليا شغال فيه وبنتمي جدا للمكان ده وبحبه جدا. يعني انا بطبيعتي بحب جدا استخدم الادوات، وفي مره 2016 كده بدات ان انا اشتغل واجرب حاجات بالكاوتشات، اجرب حاجات بالبلاتات. عندنا في اكتوبر المنطقه الصناعيه حاجات دي بتطلع كتير، فبدات ان انا اجرب كده سنه سنه، اول حاجه بدات تظهر معايا. طبعا في البيت كانوا رافضين ده جدا، بعد كده ان انا لما بداوا يقتنعوا دلوقتي بقوا بيطلبوا مني حاجات اعملها في البيت، يعني ده نجاح عظيم جدا بالنسبه لي. كنا بنشتغل في قطع صغيره، القطع الصغيره العائد بتاعها كان بسيط جدا، ما كانش بيسمع جامد. سنه سنه بدانا احنا نعمل حاجه متكامله. حاجه عملتها مثلا في 2019 عملت بيت متكامل كله من المخلفات، كان 25 في متر 5 في 5، براميل وباليتات وكاوتشات، وعملت سرير تحتيه مكان في قعاد، وعملت سفرة، وعملت انتري، ده كله كان من المخلفات، بيت كامل 25 متر 5 في 5. من هنا بدأ عندي فكرة اللوكيشن الكامل بقى، ان انا ما عملتش قطعة صغيرة وابيعها ب 100 جنيه ب 200 جنيه ب 500 جنيه، بقيت بعمل لوكيشن كامل. بس ساعتها العميل بقى واحد ولكن السعر بقى مجدي. اشتغل فيه هو طبعا بيساعد جدا ان هو يقضي على البطالة، عشان خاطر هو بيشغل ناس هي عندها فكرة بس مش عندها امكانية ان هي تقدر تنفذ الفكرة دي، والامكانية هي امكانية مادية. انا لما اجيب كاوتش مرمي في الشارع محدش محتاجه، فانا اذا ما اخترتش خامة، بجيب عليها حبل، بجيب عليها شوية دهان، الموضوع بسيط جدا، بقدر ان انا اعمل مشروع. شوية خشب مرميين مثلا مصنع مش عايزهم، ببدأ ان انا اخدهم. انا نفسي كنت بنزل ماشي بالعربية، اركن العربية على جنب، الاقي شويه خشب في الارض، المهم واحطهم معايا في شنطه العربيه، وفي الاخر بلاقي لهم استخدام. احنا دلوقتي انا كنت بادئ لوحدي، دلوقتي احنا فريق بيتكون من 10 افراد بصفه دائمه، بنزيد بنوصل لحد 20 فرد حسب الايفنت او حسب الحدث نفسه عامل ازاي. المفروض ان احنا داخلين المرحله الثانيه من تصنيع الكرسي ده. المرحله دي عباره عن ان احنا بنجمع بقى الخامات بتاعتنا، الكونتور، وبنستخدم بعد كده الخيش لتغليفه، وبعد كده ان شاء الله ان احنا بنجمع الرجول بتاعته عشان نبدا نصنع الكرسي. طبعا الادوات بتاعتنا في الحاجات، الادوات بتاعتنا في تصنيع الكرسي بتكون ادوات بسيطه جدا، يقدر اي بيت ان هو يستخدمها او يتحصل عليها، مش معقده ولا حاجه. الكرسي طبعا زي ما احنا شايفين لازم الكراسي تكون محطوطه بزوايا ميل معينه، بحيث ان الكرسي يكون مسنود على الارض بشكل كويس جدا. تمام، هنبدا نجمع الكونتر. الريسايكلز ده اللي احنا شغالين فيه في الوركشوب دي كان فيه 3 ميجر بارتس، خلصنا جزئين منهم، كان جزء التجميع، وبعد كده انتقلنا جزء التكوين، هنيجي لاخر جزء وهو جزء الفينش اللي هو المرحله الاخيره، ممكن نشوفها سوا دلوقتي. احنا الكاوتش بتاع التوك توك ده وعملنا كوفر هنا، بنبدا بقى نزينها بحيث ان هي اما نيجي نسلمها يبقى حضرتك اللي كان نفسي تقعدي عليها. الكرسي ده مش اللي هو حاجة تترمي، لأ ده مش هدفنا، هدفنا بجد ان احنا نطلع حاجة نستفاد منها، مش اللي هو اسم وخلاص.